الحكومة بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية وضعت ثقلها لخدمة الحجاج، لا لشيء واحد إلا لأننا مأمورون بالعمل لخدمة المواطن، وهذه رسالة رئيس الجمهورية الذي قال بأنني لن أترك مواطنا واحدا أينما كان أينما كان. وطبعا احنا 41300 يكونوا في البقاع المقدسة، هم في بلاد الأمن، بلد السلام، بلد المحبة، بلد الدين، بلد التوحيد. ومن دون ذلك، ومن دون شك أن ترسانة من القوانين التنظيمية وضعت هناك، وخدمات جليلة تقدم هناك من المملكة العربية السعودية الشقيقة لتسهيل عملية الحج.